يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك جوالات يخزن فيها المصحف كاملا، وكذلك بعضها يخزن فيها صوت القارئ للقرآن، هل يجوز الدخول بها إلى الخلاء؟ نعم، هذه مصمتة ومغلقة ولا يظهر فيها شيء، وليس فيها كتابة ظاهرة بارزة ولا فيها صوت، يعني ما يجوز تشغل مسجل داخل دورة المياه، ما يجوز تشغيل مسجل. أما أنك تدخل وهو صامت فلا مانع من ذلك، لأنه مسجل أو جوال، ما يقال هذا مصحف ولا هذا، ما يقال هذا مصحف، يقال هذا جوال أو هذا شريط، فلا بأس بذلك. نعم.